أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سنحاول تقديم الفقرة الثانية من درس المعادلة التفاضلية، ولكن المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية. بالنسبة للحصة السابقة، إذا بقيتم متذكرين أننا شفنا المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى على شكل y بريم تساوي ا y زائد ب، وكنا عطينا مجموعه الحلول او الحل العام للمعادله التفاضليه وكذلك الحل الخاص في شروط معينه. دابا غادي نحاولوا ان شاء الله في هذه الحصه غادي نشوفوا المعادله التفاضليه من الرتبه الثانيه، يعني التي تكتب على شكل y فتحتين زائد ا y فتحه زائد ب y تساوي صفر. ونفس الشيء غادي نحاولوا نعطيو الحل العام بالنسبه للمعادله التفاضليه وكذلك عندما يكون هناك شروط، وسنختم بتمرين وبخطاطة تلخص للدرس كاملا. اذا نبداو على بركه الله. اذا ثالثا المعادله التفاضليه y فتحتين زائد a y فتحه زائد b y تساوي صفر، حيث الزوج ab ينتمي الى عام مربع. اذا غنبداو التعريف ديال المعادله التفاضليه من الرتبه الثانيه، وكتلاحظوا انه هناك فرق بطبيعه الحال. هنا عندنا المشتقه الاولى وهنا عندنا المشتقة الثانية، المشتقة الأولى والمشتقة الثانية. كيف ما قلنا سابقا بأن المعادلة التفاضلية هي كل معادلة أو كل علاقة تربط بين دالة وبين مشتقاتها المتتالية على واحد المجال، المجال إي. إذا نبدأ بحالة خاصة، إذا الحالة الخاصة إذا كان A يساوي B يساوي صفر، فإن المعادلة التفاضلية تصبح على شكل، إذا A تساوي صفر B تساوي صفر، تصبح على شكل y فتحتين تساوي صفر. هذه كنا شفنا بالنسبة للدرس ديال الدواء الأصلية، يعني الدوالي المشتقة الثانية ديالهم تساوي صفر، ولكن إلا نسينا ممكن أننا نضع زاد تساوي y فتحه، نحصل على زاد فتحه تساوي صفر. الدوال المشتقه ديالهم العادمه بطبيعه الحال هي الدوال الثابته، اذا زاد تساوي الفا، حيث الفا ينتمي الى r. نعوض، اذا y فتحه تساوي الفا، يعني ان الدوالة المشتقة ثابتة، يعني أن y دو x تساوي ألفا x زائد بيتا، حيث الزوج ألفا بيتا ينتمي إلى R مربع. إذا في هذه الحالة هذه بين مجموعة أو الحل العام بالنسبة للمعادلة التفاضلية هي الدوال التآلفية. الحالة الثانية إذا كان b يساوي صفر، إذا كان b يساوي صفر، المعادلة التفاضلية تكتب على شكل، إذا قلنا b تساوي صفر، y فتحتين زائد a y فتحة تساوي صفر. بطبيعة الحال إذا وضعنا نفس الطريقة z تساوي y فتحة، نحصل على زاد فتحة زائد A زاد تساوي صفر. وهذه تذكركم بمعادلة تفاضلية من الرتبة الأولى اللي شفنا في الحصة السابقة. إذا تكافئ زاد فتحة تساوي ناقص A زاد، والحلول ديال المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى إذا بقيتم متذكرين أنا غنديرها هنا جانبا، y فتحة تساوي a y. كنا شفنا ان الحل y دو x كتساوي لامدا ليكسبونسيال a x، حيث لامدا عدد حقيقي. اذا بالنسبه لنا هنا عندنا z فتحة تساوي ناقص a، ماشي a،
دونك نتابعو هنايا، وبالتالي فإن زاد دو إكس تساوي لامدا ليكسبونونسيال أ، هنا في هذه الحالة عندنا ناقص أ، إذا ناقص أ إكس حيث لامدا عدد حقيقي. إذا أعوض، نعوض، إذا إكراك فتحة تساوي لامدا ليكسبونونسيال ناقص إكس، وأنا أبحث على الدالة إكراك دو إكس. إذا شنو هي الدالة الأصلية للدالة ليكسبونونسيال ناقص إكس؟ كيف ما شفنا بالنسبة للدرس ديال الدواء الأصلية، إذا إكراك دو إكس تساوي ناقص لامدا ليكسبونونسيال ناقص إكس على أ، لأنه إلا شقينا ليكسبونونسيال ناقص أ إكس، ناقص أ ناقص مع ناقص زائد أ نختزلوها مع أ، بطبيعة الحال تبقى لنا لامدا زائد واحد العدد بيتا اللي المشتقة ديالو تساوي صفر، حيث ألفا بيتا ينتمي إلى آر مربع. إذا شفنا هاد الحالتين الخاصتين عندما يكون أ يساوي بي يساوي صفر، وعندما يكون بي يساوي صفر. الآن غادي نمرو الحالة العامة، وغادي نعرفو الحل ديال المعادلة في الحالة العامة. إذا ثانيا حل المعادلة التفاضلية إكراك فتحتين زائد أ إكراك فتحة زائد ب إكراك تساوي صفر، حيث أ ب ينتمي إلى R مربع. إذا نعتبر هذه المعادلة التفاضلية نسميها أ، نعتبر المعادلة التفاضلية أ، نسميها أ باش ماشي كل مرة نبقاو نكرروها، زائد أ إكراك فتحة زائد ب إكراك تساوي صفر. ولنبحث على حلول، لنبحث عن حل أو حلول من نوع ليكسبونونسيال أر إكس. إذا إلا شقينا الدالة إكراك إكراك لدينا إكراك بريم دو إكس هي أر ليكسبونونسيال أر إكس، و المشتقة الثانية R فوا R ديال المشتقة هي R مربع ليكسبونونسيال R X. إذا أعوض في المعادلة E، إذا نعوضو المشتقة الثانية، دونك R مربع ليكسبونونسيال R X زائد A Y فتحة هي R ليكسبونونسيال R X زائد B Y ليكسبونونسيال R X، دونك تساوي صفر. نعمل ليكسبونونسيال ار اكس، دونك مضروبه في ار مربع زائد ار زائد بي تساوي صفر. بطبيعه الحال الداله الاسيه ليكسبونونسيال ار اكس مجموعه تعريفها ار هي لا تنعدم على مجموعه التعريف ديالها، وبالتالي لا تكافئ ان ار مربع زائد ار زائد بي تساوي صفر. نديرو بين قوسين هنا، مهما يكون x ينتمي إلى R فإن ليكسبونونسيال R X بطبيعة الحال تخالف صفر. إذن إذا كان R حل هذه المعادلة بطبيعة الحال فإن Y دو X يساوي ليكسبونونسيال R X فإنه يكون حل المعادلة E. إذن هنايا غادي نشوفوا بطبيعة الحال بعد حل المعادلة من الدرجة الثانية R مربع زائد AR زائد B، هناك ثلاث حالات على حساب المميز ديالها. إذا نعرف هنا ما يسمى المعادلة R مربع زائد AR زائد B تساوي صفر، تسمى المعادلة المميزة للمعادلة التفاضلية E، مميزها دلتا. دونك كما كنعرفوا غنديرها بين قوسين باش نذكركم بها. اذا المعادله من الدرجه الثانيه ا اكس مربع زائد ب اكس زائد سي تساوي صفر، المميز دلتا هو ب مربع ناقص 4 ا سي. اذا في هذه الحاله ا عندنا هو واحد، ب في هذه الحاله عندنا هو ا، والسي عندنا هي ب. اذا المميز قلنا ب مربع، اذا ب مربع هي ا مربع
ناقص 4 ا سي، 4 في ا هي واحد، نضربها ب 4 ب. نعم، إذن هذه سميناها المعادلة المميزة. طبيعة الحال غادي نحاولوا نحلوا هذه المعادلة المميزة. إذا عندنا ثلاثة الحالات، الحساب الإشارة ديال الدلتا. إذا نكتبوا الخاصية ومن بعد نناقشوا هذه الحالات هذه. إذا الخاصية لتكون المعادلة التفاضلية E Y فتحات N زائد A Y فتحات زائد B Y تساوي صفر، حيث الزوج AB ينتمي إلى R مربع. ولتكون المعادلة R مربع زائد AR زائد B تساوي صفر، معادلتها المميزة. إذا قلنا اللي حل هاد المعادلة التفاضلية، عفوا، دونك حل المعادلة R مربع زائد AR زائد B تساوي صفر. قلنا على حساب الإشارة ديال المميز اللي هو A مربع ناقص 4 B. إذا عندنا ثلاثة الحالات، إذا كان دلتا أكبر من صفر، غادي يكون عندنا حلين R1 وR2، حلين أولا جذرين حقيقيين. وهنا في هذه الحالة غادي تكون مجموعة حلول المعادلة التفاضلية Y دو X هي ألفا ليكسبونسيال R1X زائد بيتا ليكسبونسيال R2X. الحالة الثانية، إذا كان دلتا يساوي صفر، هنا عندنا جذر مزدوج R صفر، ومجموعة الحلول المعادلة التفاضلية غادي يكون تتكتب على شكل الفا اكس زائد بيتا ليكسبونسيال ار صفر اكس. والحالة الثالثة، إذا كان دلتا أصغر من صفر، طبعا الحال شفناها سابقا في درس الأعداد العقادية، عندنا حلين عقاديين مترافقين ار واحد وار جوج. طبعا الحال ار واحد يساوي بي زائد اي كيو، ار جوج P ناقص AQ، حيث P هو الجزء الحقيقي وكيل الجزء التخيلي بالنسبة لهاد هاد الحلين المترافقين. وفي هذه الحالة غادي يكونوا مجموعة حلول المعادلة التفاضلية تكتب على شكل ليكسبونسيال PX مضاف ألفا كوسينوس QX زائد بيتا سينوس QX. إذا هذا الشيء غادي نحاولوا ندونوا في هذه الخاصية هذه. إذا كان دلتا أكبر من صفر، فإن المعادلة المميزة تقبل حلين حقيقيين R1 وR2 ومجموعة حلول المعادلة التفاضلية E هي الدوال X ألفا ليكسبونسيال ار واحد اكس زائد بيتا ليكسبونسيال ار جوج اكس، حيث الزوج الفا بيتا ينتمي الى ار مربع. هذه بالنسبه للحاله الاولى. بالنسبه للحاله الثانيه، اذا كان دلتا يساوي صفر، فان المعادله المميزه تقبل جذرا مزدوجا ار زيرو ومجموعه حلول المعادلة التفاضلية E هي الدوال X، قلنا ألفا X بلس بيتا إكسبونسيال R 0 X. الحالة الثالثة، إذا كان دلتا أصغر قطعا من الصفر، فإن المعادلة المميزة تقبل جذرين مترافقين، ممكن نسميهم R1 تساوي P زائد AQ و R2 P ناقص
Q ومجموعة حلول المعادلة التفاضلية E هي الدوال X. Donc l'exponentielle Px ضربها في ألفا كوسينوس Qx زائد بيتا سينوس Qx. إذن طبيعة الحال ألفا بيتا ينتمي إلى R مربع نفس الشيء والزوج ألفا بيتا ينتمي إلى R مربع. إذن بالنسبة لنا في حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية اللي مطلوب بالنسبة لكم هو أنكم تحدوا المعادلة المميزة وعلى حساب الإشارة ديال المعادلة المميزة كتعطينا عدد الحلول ديالها بطبيعة الحال على حساب الإشارة ديال المميز ديالها دلتا ومن بعد كنديروا حلول المعادلة التفاضلية. إذا باش نفهموا أكثر غادي نحاولوا نديروا واحد التطبيق واحد التمرين تطبيقي. إذا التمرين إذا نحل المعادلات التفاضلية غنديرو ثلاثة المعادلات. المعادلة الأولى y سكوند زائد 4 y بريم زائد 4 y تساوي صفر. الثانية y سكوند ناقص 5 y بريم زائد 6 y تساوي صفر. والثالثة y سكوند زائد y بريم زائد y تساوي صفر. إذا بالنسبة للمعادلة التفاضلية الأولى إذا y سكوند زائد 4 y بريم زائد 4 y تساوي صفر. إذا المعادلة المميزة هي ماذا؟ هي r مربع زائد a r زائد 4 r زائد 4 تساوي صفر. في هذه الحالة عندنا A تساوي 4 و B تساوي كذلك 4. إذا احسب المميز ديال المعادلة المميزة. لدينا دلتا يساوي 4 مربع ناقص 4 في 1 في 4 يعني يساوي 0. إذا احنا أمام الحالة الأولى الحالة الثانية. إذا الحالة الثانية كتقول لك ان مجموعه الحلول هي الدوال الفا اكس زائد بيتا ليكسبونسييل ار 0 اكس. اذا خاصنا ار 0 نحدد ار 0 والحل هنايا ار 0 قلنا هو ناقص بي اذا ناقص 4 على 2 ا على 2 دونك تساوي ناقص 2. اذا الحل العام للمعادله التفاضليه نسميها E هي الدوال ماذا؟ دونك X شنو قلنا؟ ألفا X بيتا ليكسبونونسييل ديال R0 X R0 هي ناقص 2 ناقص 2 X حيث الزوج ألفا بيتا ينتمي إلى R مربع. دونك هذا بالنسبة للسؤال الأول أظن واضح. بالنسبة للسؤال الثاني المعادلة دائما E Y سكوند ناقص 5 Y بريم زائد 6 Y تساوي صفر. نفس الشيء المعادلة المميزة شنو هي المعادلة المميزة؟ A تساوي ناقص 5 ب تساوي 6. إذا R مربع زائد A يعني ناقص 5 R زائد B زائد 6 تساوي 0. مميز هذه المعادلة المميزة دلتا يساوي ناقص 5 مربع ناقص 4 AC 1 6 دونك هي 25 ناقص 24 يعني 1. إذا حنا أمام الحالة الأولى اللي مسحتها هنا. إذا هنا مجموعة حلول المعادلة التفاضلية أو الحل العام للمعادلة
التفاضلية E هي الدوال مدى X هي ألفا ليكسبونونسيال R. خصنا نلقاو الجذرين، إذا أنا غندير هنا R واحد موان B يعني خمسة ناقص دونك جذر دلتا واحد على جوج A على جوج R جوج تساوي خمسة زائد واحد على جوج. إذن هنا أربعة على جوج هي جوج، هنا ستة على جوج هي ثلاثة. إذن R واحد يساوي جوج و R جوج تساوي ثلاثة. إذن ألفا R واحد يعني جوج X زائد بيتا إكسبونونسيال ثلاثة X، حيث أن الزوج ألفا بيتا ينتمي إلى R مربع. نعم سرعوا شوية، بقتنا الحالة الثالثة. الحالة الثالثة أو السؤال الثالث، المعادلة y سكوند زائد y بريم زائد y تساوي صفر. دائما المعادلة المميزة هي دونك تحديد A واحد و B كذلك واحد. إذن R مربع زائد AR زائد R زائد B زائد واحد تساوي صفر. مميزها دلتا واحد ناقص أربعة دونك تساوي ناقص ثلاثة، أصغر قطعة من الصفر. إذن هناك جذرين مترافقين دونك R واحد تساوي ناقص B ناقص E جذر دلتا على اثنان، دونك نكتبها هكذا على اثنان، و R جوج ناقص B زائد جذر دلتا على اثنان. دونك بالنسبة لنا الخاصية هذا هو الجزء الحقيقي، هذا هو اللي سميناه بي، وهذا هو اللي سميناه كيو. وبالتالي فإن مجموعة، إذن الحل العام للمعادلة التفاضلية E هي الدوال X. إن الإكسبونونسيال بي X يعني ناقص واحد على جوج X مضروبة ألفا كوسينوس Q يعني جذر ثلاثة على اثنان X زائد بيتا سينوس Q جذر ثلاثة على اثنان X. هذه حيث الزوج ألفا بيتا دائما ينتمي إلى R مربع ويحدد حسب الشروط اللي عندنا في التمرين. إذن كنتمنى أن هذا التمرين هذا نكون عالجنا فيه الحالات بثلاثة ديال حل المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية. إذن غنحاولوا نختموا بواحد الخطاطة ولا واحد باش تبقاو عاقلين عليها بحال واحد الخريطة ذهنية بالنسبة للمجمل، يعني الحالات ديال المعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى ومن الرتبة الثانية، باش فين ما كان شي تمرين او لا شي سؤال متعلق بحل هاد الصنفين هادو تعرفوا يعني الطريقه ديال الحل ديالها. اذا نبداو معادله تفاضليه، كما قلنا بدايه الدرس ان معادله تفاضليه هي كل علاقه او لا كل معادله تربط بين داله وبين مشتقاتها على مجال اي، هذا التعريف ديال اللي عطيناه. من بعد معادله تفاضليه غنشوفوا انه تكون عندنا بون باش من نشربحوا شويه السبوره باش نديروها بشكل كبير وتبان لكم. اذا عندنا معادله تفاضليه، اذا معادله تفاضلية من الرتبة الأولى، عندنا معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية. طبيعة الحال من الرتبة الأولى قلنا Y بريم تساوي AY زائد B،
من الرتبة الثانية y سكوند زائد a y بريم زائد b y تساوي صفر. إذن الحالات اللي شفنا بالنسبة للمعادلة التفاضلية من الرتبة الأولى، إما يكون b كيساوي صفر، b يساوي صفر، b يخالف صفر. b يساوي صفر نحصل على معادلة على شكل y بريم تساوي a y، وهنا تبقى عندنا a y زائد b. هنا نعطيو مجموعة الحلول ديال المعادلة التفاضلية. إذن الحل العام للمعادلة التفاضلية هي الدوال نفس الشيء. الحل العام للمعادلة التفاضلية هي الدوال. دونك هنا قلنا الدوال اش من دوال؟ لامدا ليكسبونسيال ا اكس حيث لامدا عدد حقيقي. هنا قلنا ايكغيك دو اكس تساوي لامدا ليكسبونسيال ا اكس ناقص بي على ا، دائما لامدا عدد حقيقي. هذه بالنسبه للمعادله معادله تفاضليه من الرتبه الاولى. بالنسبه للرتبه الثانيه نسرعوا ان مابقاش عندنا الوقت. دونك بالنسبه للحاله ا تساوي بي تساوي صفر، شفنا مجموعه الحلول هذه المعادله التفاضليه. قلنا بالنسبه لنا انها هي الدوال ايكغيك دو اكس كتساوي الفا اكس زائد بيتا، يعني الدوال التالفيه. بالنسبه للحاله بي فقط تساوي صفر، قلنا غادي نحصلوا على معادله على شكل y فتحتان زائد a y تساوي صفر. هنا y فتحتان تساوي صفر، نسرعوا. دونك y دو x تساوي لامدا ليكسبونسيال ناقص a x زائد بيتا، حيث لامدا بيتا زوج من الاعداد الحقيقيه. والحاله الثالثه هي اللي شفنا، خصنا نحدوا بالنسبة لنا المعادلة المميزة. دونك نحدد المعادلة المميزة ونحسب المميز دلتا، قلنا هو أ مربع ناقص أربعة بي. وهنا عندنا ثلاثة الحالات، دلتا أكبر من صفر، مجموعة الحلول هنا إكغيك دو إكس تساوي ألفا إكسبونونسيال آر أن إكس زائد بيتا ليكسبونسيال ار دو اكس. الحالة الثانية دلتا يساوي صفر، هنا قلنا ان الحل هو ليكسبونسيال ار زيرو اكس الفا اكس زائد بيتا، الفا بيتا ينتمي الى ار مربع. والحالة الثالثة دلتا اصغر قطعا من صفر، ايكغيك دو اكس كتساوي ليكسبونسيال بي اكس الفا كوس كي اكس زائد بيتا سينوس كي اكس، دائما الزوج الفا بيتا من الاعداد الحقيقيه. اذا بهذه الخطاطة هذه نتمنى انه الدرس يكون واضح. اذا شكرا على انتباهكم، وفي حصه مقبله ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.